السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات آخر العنقود. أكيد أنتوا عارفين كده أنا فين دلوقتي. أنا عند عم سعيد جوجو، وكلكم زعلانين من الفيديو اللي قبل كده إن مفيش أسعار، فجاي مخصوص النهارده عشان أبين لكم الأسعار بتاعت الأشكال الجديدة اللي هو لسه منزلها. كلكم قعدتوا تسألوا وتقولوا السعر كام ومش عايزين نيجي من غير ما نعرف الأسعار، فأنا والله جيت عشان أشحن حاجات أهي زي ما أنتوا شايفين واصور لكم عنده الاسعار بكام والاشكال الجديده والخامه واحده واحده. هنركز قوي كده مع بعض في الاشكال اللي لسه نازله جديد. بص بقى يا عم سعيد، احنا جايين لك النهارده عشان خاطر كل متابعيني زعلانين ان احنا ما قلناش الاسعار في الفيديو اللي فات، فانا جاي النهارده مخصوص عشان اعرف الاسعار بتاعه اللطقم الجديده دي. فواحده واحده كده معانا وتقول لنا الاسعار بتاعتك ايه عشان ما حدش يزعل منا. ايه رايك بقى يا عم سعيد في الكلام اللي انا بقوله؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الاول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش على الزعل متابعيني، ماشي؟ اذا كان هم مهم بالنسبه لهم الاسعار، بس خدي بالك متابعينك هم اللي قبل كده اللي كانوا بيقولوا ما تقولوش الاسعار، وانا قلت لا لازم اقول الاسعار عشان متابعيني كلهم بياكلوا عيش. خلاص اذا كان هم عاوزين كده كده يعرفوا الاسعار، يبقى النهارده احنا نقول الاسعار. احنا النهارده معانا ثلاث اسعار، اربع اسعار، تمام؟ معانا من اول 140 جنيه لحد الطقم العادي اللي هو 120 جنيه. ماشي، احنا دلوقتي بنتكلم في الجديد. بنتكلم في الجديد، يعني القديم زي ما هو سعره واحد 120، الجديد ثابت زي ما هو القديم سعره ثابت زي ما هو 120 جنيه. القديم ايوه. الجديد عندنا حاجه زي كده، معلش اقول لك على حاجه، دي كنبه انتريه، الكنبه الكبيره اللي هي 2 متر و10، دي كنبه انتريه او 2 متر و15 سم. ماشي، دي كنبه انتريه، تمام؟ ماشي، شوفوا حجمها قد ايه وشوفوا كبرها قد ايه. طبعا المقاس ده بفلوس مش ببلاش. الطقم ده عشان خاطر متابعينك عامل 140 جنيه، احنا بنبيع الطقم ده ب 150 جنيه. ماشي، 140. وعشان متابعينك الصالون برده منه، مع ان الصالون الكرسي بتاعه كبير والحاجه بتاعته كبيره، برده عشان خاطر متابعينك هنبيعه ب 140 جنيه. يعني الصالون دلوقتي زي الانتريه، زيه زي الانتريه ب 140 في الطقم الجديد اللي هو كل حاجه فيه كبيره، كنب كبير، كراسي كبيره، مناديل اكبر، ماشي؟ تمام. كل ده الطقمين ب 140، الطقمين 140، صالون الطقمين 140 الاثنين. طب يا جماعه دلوقتي هو عايز بس يقول لكم ان طقم الصالون عامل كنبه واربع كراسي وست مناديل ب 140 جنيه، وطقم الانتريه اثنين كنبه واثنين كرسي وست مناديل برده ب 140 جنيه. ولو حبيتي تاخدي الانتريه نفس الشكل كده يبقى معاكي ركنه متاح، نفس اللون ونفس الشكل متاح، ما عنده ركنه وعنده انتريه، عشان في ناس بيبقى عندها ريسبشن كبير وعايزه تطقم، تمام؟ الالوان عندك ايه؟ تمام؟ اهو المفاجأة طبعا الجديدة للمتابعين للأستاذة دعاء وللناس اللي معاها كلها في القناة، ماشي؟ اللي هياخد 10 قطع إن شاء الله رب العالمين هيبقى فيه سعر غير اللي احنا قلنا عليه عشان خاطر المتابعين. 10 قطع بس، عن شرط إن هو ياخد 10 قطع سواء من الأنتريه أو الركنة أو السفرة أو الـ أو الـ الشحن. يا جماعة الصفر واقف لغاية يوم الخميس عشان الوقفة يوم الاثنين تقريبا. فاعملي حساب فاصل، يوم الخميس هيوقف من يوم الخميس، ماشي. تمام، ان شاء الله رب العالمين مشيئة الله اللي هياخد 10 قطع من متابعيني قبل العيد، اللي هياخد اي 10 قطع من الشغل الجديد هيبقى فيه سعر خاص بيه، مش هنقوله دلوقتي على الهوا، مش هنقوله في الفيديو، هنقوله ان شاء الله رب العالمين للمشاهد لما يجي. خلاص تمام، ماشي. احنا دلوقتي عندنا الرمادي وعندنا البني وعندنا السكري وعندنا الكافيه. ايوه تمام كده. في الوان ايه تاني؟ لا ايوه علي معلش شويه بقى يا عم سعيد، في جنزاري وفي بيتي بني اهو، وفي جنزاري وفي جنزاري وفي بيتي. ده ايه ده؟ اوف وايت، ده اوف وايت، ده السكري اللي فاتح قوي اهو. وفي بيتي، وفي بيتي اه، وده ورد سكري وجنزاري ورمادي. ورمادي ماشي، تمام. طبعا عشان الطول ياد الطول ياد الطول، ياد الطول. نشوف الالوان اللي ورا، ماشي؟ عشان احنا ناس طوال قوي على فكره. بصوا الرسمه بقى على الطبيعه اهي، هو فردها لكم، دي الكنبه ودي الرسمه اهي وهو ماسكها. حجم الكنبه معلش اقول لك على حاجه، انا عاوز اقول لك شوف حجم الكنبه. بص استنى بس ثواني بس يا عم سعيد، عشان بصوا الوبره دي، ده بقى ايه؟ خامه مش قادره اقول لكم، والله العظيم جميله. هي كل الخامات حلوه بس انا مش عارفه ليه انا عجباني الخامه دي، كل شويه اوجع احسس عليها. الطقم ده داخل معانا برضه بنفس العرض، صالون وانتريه بنفس العرض 140، تمام؟ ماشي، 140 صالون وانتريه، صالون وانتريه، وفي منه برضه ركنه بس مفيش الوان كتير. مش عاوز تقول انت هتنزل قد ايه في ال 10 قطع؟ لا شفت يا جدعان، هنزل قد ايه في ال 10 قطع؟ ماشي، بس العرض ال 10 قطع لازم ان هو ياخد 10 قطع، محدش يجي يقول لي انا خدت 3 قطع او 4 قطع وانت دخلني في العرض. اه 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 10 قطع هيخش معانا في العرض، بيحصل.
ماشي يا عم سعيد. ده شكل تاني تاني سعر معانا. تمام. الفريزيتش الجديد اللي هو كانوا معلش بيدوروا على الشريط ده بيدوروا على الشريط ده عشان يجيبوا الساده ويركبوا الطقم عليه. احنا عملنا الفريزيتش بالطقم بتاعه متاح معانا في كل الوان. ده انتوا حتى الكرسي عاملينه ايه؟ عاملينه برواز. ايوه كل برواز متاح معانا في كل الوان. ماشي. تمام. ده سعره كام؟ معلش انت هتفرد لي كل الوانه بقى. ده سعره كام؟ كام بقى يا معلم؟ 130 جنيه في الطقم. 130 جنيه في الطقم. 130 جنيه في الطقم. يعني انا بقى عندي 140 و130 اهو. 140 و130 ده اتنين سعر. ماشي. ماشي اتنين سعر. ماشي. ماشي. في منه كل الالوان. تمام. كل الالوان. معلش اقول لك على حاجه، ادي لون تاني منه اهو. ادي لون تاني منه اهو. تمام. قرب لكم برده الكاميرا تشوفوا الفرزاتش عامل ازاي. ده كده لون تاني. معلش اقول لك على حاجه برده. بصوا الفرزاتش الظهر بتاعه اهو. الظهر بتاعه اهو مش ملزوق. ايوه. ولا متخيط فيه، ده حاجه في النسيج نفسه. تمام. مودي شانيري عادي. ده اللون الايه؟ ده اللون التاني. ده ايه ده؟ ده فرزاتش الكحلي معانا منه برده. ماشي. الكحلي معانا. واحدة معانا. في ايه تاني؟ في منه كشمير. ممكن يا استاذ اقرب الكاميرا كده؟ ماشي. في منه كشمير. في كشمير. منه جنزاري. وجنزاري. في منه اسود. اسود؟ ماشي. ماشي. في منه رمادي. رمادي. في منه كحلي. في منه كحلي. كل ده الوانه موجوده معانا. بصوا اللون ده. ماشي. ده ايه؟ ده اللي هو الاوف وايت بتاعه. الاوف وايت. اوعي بس ماشي. شويه. انت عندك منه نفس الدرجه دي؟ عندي منه نفس الدرجه. ايه دي ولا لا؟ لا نفس الدرجه الفاتحه دي مش هتلاقيها غير في الخامه الثقيله دي هي المتاحه. يعني هو ده بس اللي موجود. الاوف وايت ده الاوف وايت منه. تمام. ماشي. 130 يا بنات اهو. اتنين كنبه اتنين كرسي ست مناديل. المناديل حتى معمول عليها شغل فرزاتشي. معمول عليها فرزاتشي برضو. تمام كده. كل الشغل معمول عليه فرزاتشي بس سايبين حاجه. اتكلم عليا بقى يا عم سعيد. السعر الثالث. السعر الثالث اللي هو مفاجاه ال 10 قطع للمشاهدين. تمام. مفاجاه ال 10 قطع للمشاهدين هي السعر الثالث. تمام. ماشي. تعالي بقى انا اوريك السعر الرابع في الركن. نشوف. يعني احنا كده جينا عند الركنه اللي هو اتنين كنبه وست مناديل. اتنين كنبه وست مناديل. تمام. ده السعر الرابع. الفرزاتشي 110. اتفضل يا عم سعيد. جينا عند السعر الرابع، ده اللي فيه الفرزاتشي ده ماشي ب 110 جنيه. الفرزاتشي ب 110 جنيه. ماشي. اللي فيها الفرزاتش ده كنبتين وست مناديل، يعني دي الركنه. كنبتين وست مناديل. ثواني بقى. كل الالوان اللي في الانتريه جوه في منها في الركنه موجود منها في الركنه اللي مفتوح هنا متاح في المخزن نفتحه للزبون. تمام خلاص. ماشي. السعر كام بقى؟ 110. يعني زيه زي القديم اللي موجود عندك ده؟ زي القديم للمتابعين. للمتابعين. ماشي. يعني اللي جايين من منوعات اخر عنقود اهو يا جماعه. ايوه. وفي سعر المفاجاه اللي هو في ال 10 في ال 10 قطع. تمام خلاص. ما انتوا بيحلقلكمش تحاسبوا بعض الا في وسط الفيديو. 10 قطع في سعر مفاجاه للمشاهدين. خلاص. تمام. ماشي. اوكي ماشي. يا جماعه الشحن بيقف لغايه يوم الخميس الجاي لان العيد. كل سنه وانتم طيبين. الخميس الجاي مش هيقف يوم الخميس الجاي ده. هيقف ابتداء من الخميس الجاي. ما هو هيقف من ابتداء الخميس الجاي. يعني مش احنا هيقف لحد الخميس الجاي. هيقف ابتداء من الخميس. ما يوم الخميس الجاي والله العظيم هيقف يوم الخميس الجاي. عشان العيد يوم الثلاثاء ان شاء الله مش اللي جاي دوت لا اللي بعدهم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وبالنسبه لوشوش القطه خلاص عم سعيد وفرها لنا عنده. يعني بقت متاحه عنده وعندي. معلش هنزلها لكم في فيديو دلوقتي عشان تبقى موجوده. عم عاطف والله منورنا يا عم عاطف وربنا. بس كنا القطط. وش القطط. بص يا جماعه نبيتي في كشمير وكشمير فرمادي وجنزاري فرمادي وفي لون تاني اللي هو نبيتي فرمادي. تمام. بيبقى اربع الوان. بيعمل طقم سرير اطفال اللي هو اتنين ايه؟ اتنين سرير. تمام. بيعمل طقم سرير اطفال ماشي؟ الطقم ثمان قطط ب 130 جنيه، يبقى القطه واقفه ب 16 جنيه. تمام، خلاص هو بتوفر عنده اهو. موجود شحن برضه لاي مكان. ده اي مكان اللي عايزه تطلب منه تطلب مع الاوردر بتاعها موجود اهو. ويا جماعه بالله عليكم اللي عايز اي اوردر يقول لعم سعيد يقول لي مفيش مشكله بس لغايه يوم الخميس ده اخر ميعاد للشحن. طب ممكن اسال سؤال؟ بعد اذنك يعني القطه دي بتاكل لانش ولا جبنه رومي؟ هناكلها اي حاجه. طب بصوا يا جماعه عشان خاطر ابقى كل حاجه بينتها في الفيديو ده في عنده المفرش بالرنر بتاع التسريحه مع الاثنين كومودينو 75 زي ما هو وعندكم مفرش متر في متر اللي هو بتاع الانتريه معاه اثنين كوشن بجميع الالوان اللي انتم شايفينها. اللون ده التحفه بيمشي على اي انتريه او اي حاجه انت عاوزاها. بعد اذن حضرتك كده
ودي اللطقم اللي كانت قبل كده بينها في الفيديوهات كلها كانت ب 120 جنيه تمام. دلوقتي عنده كنار واتنين خدديه ب 55 جنيه وكنارين اطفال وخدديتين ب 75 جنيه. عنده الاشكال كلها هي زي ما انتم شايفين قدامكم. عنده الشانيليا ب 25 جنيه، عنده القطيفه يرحمكم الله، عنده القطيفه ب 15 جنيه، عنده المفارش بتاعه السفره تمام في حاجه ب 90 خفيفه شويه، وفي حاجه محمله زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي ب 110، ولو خدتي خمس قطع هيحسبها لك ب 100 جنيه عشان نبقى متفقين. في الطقمه بتاعه السراير اللي هي الشريط في كل حته، الشريط المتر ب 5 جنيه، هو عنده 2 شريط ب 25 جنيه، ب 25 جنيه الاربع شرايط ب 50 جنيه، والشريطين يعملوا طقمين سرير، الشريطه الواحده 4 الا ربع. عنده الشرايط بتاعه الفرزاتشي دي ال 5 متر ب 40 جنيه. عنده ايه تاني عشان ابين لكم كل حاجه وما حدش يقول لي ما بينتيش اي حاجه في الفيديو. عنده الرنارات بتاعه التسريحه باشكالها، في حاجه كانت ب 25 هوريها لكم. جنزاري، بصوا يا بنات الجنزاري الكحلي وبيج وكافيه الاثنين كومود اهو، والرنر بتاع التسريح دوت ب 25 جنيه الطقم ده، في الثلاث الوان او الاربع الوان اللي هو شادي قال لكم عليه ده، الاثنين كوشن والمفرش اللي هو متر في متر بتاع الانتريه. وكده بقى انا قفلت معاكم اخر حاجه في الفيديو. عنده فيزون المتر ب 20 جنيه، عنده المفارش السفره الحرير ب 140 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.